بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم في نصبايا جديدة في مجال النقل الذكي. كابتن النهارده كلمني اتنصب علينا نصبايا، يعني ايه؟ غفلوه او عملوها بطريقة جديدة، حاجات زي كده. فاحنا قلنا يعني ننصح الناس عشان خاطر في ناس جديدة بتجري ورا المظاهر ورا ده ورا ده، فيعني خلي بالك. الكابتن بيكلمني النهارده بيقول لي ان هو الصبح جاله اوردر من حدائق الاهرام، وكان طبعا انتوا عارفين الصبح بدري في سيرجات وفي الاسعار بتبقى عاليه شويه والكلام ده كله، فهو عجبه السعر الرحله فراح واخدها. بيقول لي كانت عامله حوالي 270 جنيه من حدائق الاهرام لغايه المرج. المهم بيقول لي رحت عند عماره كده، ركبت معايا واحده بنت ناس شكلها كويس والدنيا حلوه وزي الفل. قلت لها رايحه المرج؟ قالت لي اه رايحه المرج، المصنع بتاعي ومش المصنع بتاعي ومش عارف ايه. الراجل قال لك بقى ده معاها مصنع بقى والكلام ده. فالمهم ماشيين في الطريق، في نص الطريق راح يطلع حضرتك معاك فودافون كاش. الله اه مفيش مشكله معايا، هو بيحسب هتبعت له فلوس. قالت له لا انا بس في حد عاوز ابعت له فلوس، فعاوزك تبعت لي لو معاك 2000 جنيه على فودافون كاش وانا هديهم لك كاش دلوقتي. قال لها مفيش مشكله ابعتهم لك. فالراجل ما يعني ما خدش اخوانه وراح بعت لها الفلوس. قال لي ومستني ان هي تدي له فلوس، ما اديتوش اي حاجه خالص وخلاص، وهو ماشي على اللوكيشن ومنتبه لللوكيشن والدنيا زي الفل. وصلها، بيقول لي وصلتها حته كده في المرج، نزلنا نزلت المرج وصلتها حته في المرج كده، بيقول لي زي مكان كده وفي زي مخزن كبير او زي ورشه كبيره. فالمهم راح قال لها الحساب مش عارف 200 وحاجه او 300 حاجه زي كده، وراحت بيقول لي فتحت الباب وراحت نازله داخل على جوه على طول. راح بيقول لي قلت يمكن راح اجيب الفلوس من جوه جايه. قال لي راح طلع له اتنين بغال كده، اتنين حمير طوال كده، واحد طلع مطوة من جيبه وبيقول له هتمشي من هنا ولا ايه؟ قال له انا عاوز بس المدام عشان تحاسبني. قال له مفيش مدام هنا اهو. والتاني بيخبط له على العربية من بره، وواحد جاله من هنا هو بالمطوة هتمشي ولا ايه ظروفك؟ راح الراجل بيقول لي راح من سكات راح ماشي على طول. قلت له طب يا باشا اقول لك على حاجه، انت خفت منهم مفيش مشكله، خفت لا يعملوا حاجه في العربيه يعملوا حاجه فيك مفيش مشكله، اقرب اسم تطلع له وتعمل لهم محضر، انت عارف المكان اللي هي ركبت منه والمكان اللي نزلت فيه، فانت حاول تضمن حق. اللي بصراحه انا اعصابي باظت من الصبح ومش عارف اشتغل وكده، ويعني ما عملتش اي حاجه. قلت له لا يا باشا انت عارف المكان ده وعارف المكان ده. قال لي لا طب خلاص انا هروح اعمل محضر على المكان اللي في حدائق الاهرام. قلت له براحتك. قال لي عشان المرج دي لبش والكلام ده كله. فاحنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان احنا من زمان قلنا الحتت اللي انت ما تعرفش حد فيها او مالكش حاجه فيها او انت ما تعرفش تمشي فيها او ما تعرفش تعمل فيها اي حاجه حاول ما تروحهاش. يعني في ناس كتيره ما بتروحش المرج، في ناس كتيره كيفه تروح المرج، هو من المرج او ساكن هناك او يعرف حد هناك او بيعرف يسلك هناك عشان ما حدش يعمل معاه اي مشكله. ده اولا. ثانيا ان انت ما تجريش ورا المظاهر، انت اللي طمعتهم فيك. انا بقولت له والله انت اللي طمعت الست دي فيك. لما بتقول لك معاك اه معايا ده معاك 2000 جنيه، يعني انت معاك في المحفظه كده مش اقل من 5000 جنيه. يا عم ربنا يزيدك ويصلح حالك، بس ما تعرفش حد، ما تحاولش تظهر الكلام ده كله. الناس دي بتستغل نقطه ضعفك، بتستغلك في الحتت دي. معاك فلوس اه يا عم ننصب عليه مش هيأثر معاه في حاجه، ده معاه كتير في المحفظه، فايه لو خدنا 2000 جنيه؟ فبيبصوا لها بالطريقه دي. فهو كويس ان ما خدوش منه العربيه، دي حاجه اساسيه. والراجل برضك ارتبك والدنيا باظت وراح ماشي على طول، فكويس ان هو خلع منهم. انا بس حبيت انبه الناس، محدش يقول لك هات فلوس حط لي فلوس ابعت لي، قلنا الكلام ده من زمان. بس الراجل يعني ما اداش خوانه، لقى حد راكب معاه ست كده بيقول لي شكلها محترم وراكبه من حته معروفه في حدائق الاهرام والدنيا زي الفل، وبتقول له رايحه المصنع بتاعي والحكايه والروايه، فما اداش خوانه. فمعلش يعني انت ادي خوانه، زي بيقولوا كده حرص ولا تخون، عشان اليومين اللي احنا عايشين فيهم دول يومين صعبين والناس كلها تعبانه وكله بيبص لبعضه. فانا بس حبيت اديك الموضوع ده كده واعرفك ان انت ما تعملش الكلام ده او ما تتسقش ورا حد عشان ما تقعش في المحظور وما تقعش في الخيل اللي الناس دي بتعملها. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا. وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.